حقيقة جاءتنا من وزارة التربية على طريق مديرية تربية صلاح الدين إلى قسم تربية سامراء 8 مدارس إنشائها حصرا في مدينة سامراء. عندما يعني توجهنا على المناطق اللي تكون قد يعني تنشئ عليها المدارس، وجدنا المتجاوزين على قطع الأراضي اللي هي أصلا مدارس ورياض أطفال. حقيقة هذه الأماكن الموجودة يعني لكثافة الطلبة الموجودين في هذه المناطق، عندنا مدرسة من المدارس عدد تلاميذها 1300 تلميذ على تلميذها، يعني مدرسة مختلطة، يعني كل صف ب 60 طالب. هذا يعني مشكلة عندنا. وبناء هذه المدارس في هذه المنطقة يعني واجب أن تكون، لأن تحويل التلاميذ من الابتدائي إلى المتوسطة تكون المسافة بعيدة جدا عن هذه المناطق. فهذه الأماكن موجود يعني في هذه المنطقة حقيقة مدارس متوسطة وكذلك رياض أطفال، مثل ما يذهب بعيد عن تقريبا كيلوين عبر الطالب في سبيل يصل مدرسة المتوسطة، بينما هي المدرسة اللي سوف تنشأ في هذه المكان قريبة جدا عليها. وجدنا المتجاوزين حقيقة كثيرة، وأرسلنا كتب رسمية إلى السيد القيمقام لرفع التجاوز عن هذه الأماكن، لكن يعني وجدنا بعض المعارضين من رفع التجاوز. أكدنا يعني كتب أخرى، لأن هذه المدارس إن لم تنشأ في هذه المناطق سوف تذهب إلى أقضية أخرى. حقيقة إحنا يعني بحاجة بأمس الحاجة إلى هذه المدارس في مدينة سامراء، وعلى الجهات المختصة الحكومة المحلية وكذلك الجهات الأمنية أن يتعاونوا معنا لرفع هؤلاء المتجاوزين على هذه القطع الأراضي بأسرع ما يمكن.